معكم رشيدة رقي، عضوة المكتب الوطني بشبكة قراءة المغرب. شبكة قراءة المغرب منخرطة في شراكة نشيطة ومفعلة مع مجموعة ويكيميديا المغرب، وذلك منذ 2019، منذ مؤتمر ويكيميديا عربية الذي تم تنظيمه في مراكش. هذه الشراكة في الحقيقة لها عدة أهداف، اللي هذه الأهداف اللي موجودة عندنا عند شبكة قراءة المغرب وأيضا عند ويكيميديا المغرب. هذه الأهداف اللي هي أولا التعريف بالمغرب في مجموعة ويكيميديا، أيضا التعريف بالكتاب المغاربة، التعريف بالكتاب المغربي، وأيضا تشجيع الفكر النقدي عند الشباب، لأنه شبكة القراءة من خلال قراءة الكتب تشجع الفكر النقدي، وأيضا شباب ويكيميديا يشتغلون على هذا الأمر. هذا البرنامج ديال قراءة ويكيميديا في القسم هو من أهم البرامج اللي اشتغلنا في تعاون ما بين المجموعتين، مجموعة الشبكة ومجموعة ويكيميديا المغرب، من أجل تحسيس الأساتذة لكي يغيروا تصورات حول ويكيبيديا، وأيضا لكي يستعملوها مع تلامذتهم، ليس فقط من أجل كمصدر للمعلومات، ولكن بالخصوص كتمرين على الفكر النقدي، وتمرين على فكر الاعتدال، وتمرين على الحوار. في الحقيقة اعتبرنا هذا البرنامج برنامج ناجح، ونحن سعداء بهذه المحطة الحضورية، لأن البرنامج في البداية ديالو ولا في الجزء الأول ديالو كان عن بعد، وكان في واحد المواظبة ديال الأساتذة، ولكن كيبقى دائما الحضور عنده واحد الأهمية كبيرة، سواء في التحفيز، سواء في التعارف، سواء أيضا في إعطاء استمرارية وإعطاء الامتداد، وإعطاء أيضا واحد التطوير ديال هذا البرنامج. الأساتذة اللي معنا اليوم احنا مأكدين بأنهم غيستمروا في تفعيل هذا البرنامج في القسم ديالهم، وايضا غادي يستمروا باش يعرفوا في البرنامج المؤسسه ديالهم، وباش يخليو اساتذه اخرين حتى هما يستعملوا هذه الطريقه في الاشتغال، اللي هي في الحقيقه طريقه مبدعه، لانها كتدخل جديد وكتعطي افكار جديده للاساتذه باش يشدوا الوسائل ديالهم ديال الاشتغال، يشدوا المناهج ديالهم.